خلينا ننتقل محاضراتكم لمجلس الوزراء. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل انفجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وده كان من الفترة من 11 حتى 17 من سبتمبر 2021. تضمن الموافقة على عدد من القرارات فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة. خلينا نروح نتابع أبرز ما جاء في العرض التالي ونرجع لنتناقش أكثر حول هذه الموضوعات.